بين رمال الصحراء القاحلة، هناك حيث يخيم شبح الموت. الأطفال يلفظون الأنفاس بين ذراعي أمهاتهم العاجزات عن فعل أي شيء سوى البكاء والحسرة. لقد اضطررنا إلى الاستسلام لأقدارهن وأقدار أطفالهن. لسنا بحاجة إلى الحديث، فنظراتهن كافية وشافية توحي بمعاناتهن وألمهن. لا يقوين على الحركة، فكيف بصغارهن؟ 3 ملايين شخص نزحوا من ديارهم بسبب الجفاف، وأكثر من 200,000 صومالي يعانون من نقص كارثي في الغذاء، ويموت الكثيرون من الجوع والعطش. ومن المقرر ارتفاع أعدادهم إلى أكثر من 700,000 هذه السنة، حسب تحليل أجراه تحالف من وكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة. وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يضع المعايير العالمية لتحديد شدة الأزمات الغذائية، قال إن أكثر مستوياته حدة هي المجاعة في مرحلتها الخامسة، وقد تم تفاديها مؤقتا، لكن الأمور تزداد سوءا. إذا كان الطبق الرئيسي للبعض يحتوي على مأكولات متنوعة وغنية، فالصوماليون يرجون الخبز والماء فقط.